ده ديس. La vallée du Dadès. Super. Magnifique. Sud-est du Maroc. Vallée de Dadès, la commune de Souk El Khamis Dadès, le sud-est du Maroc. Initiative. Je viens de partager avec vous quelques moments. Ici, c'est le printemps. Ça, c'est l'abricot. Les olives. Le muamei. C'est le moment des roses. Ça s'appelle la vallée des roses. Les figues, tazart en berbère, ce sont des produits populaires ici, tazart, les roses, les olives et l'amande.
Initiative. C'est une chaîne pour les actions solidaires, surtout avec les nomades. On travaille dans le domaine de l'eau. Puisque l'eau est très importante dans la vie humaine, il y a une groupe initiative des volontaires qui font des efforts pour réaliser voilà comme vous voyez la rose, les produits de rose, les crèmes, l'eau et l'huile. أهلا بكم، تحياتي من بلاد المغرب، هنا بعمالة تنغير الجنوب الشرقي المغربي، بالضبط من أحد دواوير هذه المنطقة عند الناخ، من منطقة دادس لافالي دي غوز أو واد الورود أو طريق الألف قصبة. نقول لكم هذه الصور الرائعة، المنطقة تشتهر بإنتاج التين والزيتون والورود إلى جانب اللوز. يبقى الورد هو منتوج معروف محليا وعالميا، وتشتغل عدد من التعاونيات إضافة إلى معامل لتقطير الورد وإنتاج أصناف كثيرة من ماء الورد، علاوة على مواد التجميل ومواد الصيدلية. هنا سأحيلكم على نموذج من هذا الوردة. رائحة رائعة جدا كما ترون في هذا الشريط على قناة إنيشيتيف. الفلاحة المعاشية وهو نمط الفلاحة هنا بهذه المنطقة، إلا أن هناك نسجل تراجع في الإنتاج وتراجع كذلك في الموارد، بالتالي تحولات مناخية أثرت على اقتصاد المنطقة. وهنا الكرموس قناة إنيشيتيف تحاول أن تعرف بتاريخ المغرب في الجنوب الشرقي بالضبط، من خلال التقاليد والعادات والأعراف والتاريخ وكل شيء يرتبط بالمجال الطبيعي والبشري. نتمنى أن تشتركوا معنا في القناة حتى يصلكم الجديد إن شاء الله. هدية إلى جميع المشاهدين، أحييكم من دادس.
مجال طبيعي كبير، مكان جميل للاسترخاء، ربما الجري، الرياضة، الهدوء. إذن مرحبا بكم في قناة إنيسياتيف، قناة الأعمال الاجتماعية وقناة الأعمال الثقافية بامتياز إنيسياتيف. بادر وأنت قادر.